وبمنحة مختلف كليا اللي هو منحة الأجراسيف منحة الضغط العام. فقرار صالح انه يغير من الستايل عجيبة هاي. يمكن سواق رقم 12 تربى بالكومبان صالح اذا اعطى بلاي فاير على السور ما كان متوقع جدا تكون جانب السور. اثنين عم ببطحوا لاين اب ممتاز. اذا نوك الاول الثاني بيعمل تريد وسكتون عم برنجري ضغط جاي عليهم من ناحية شباب الزومبيز اي سبورت. وصالح العلين بكون عنده كل وقدامه سبرايز سالي طرح يقدر يجيب الكل الثانية ولا هل سبرايز اللي حيقدر يفاجئنا ويطلع بالكل. لأن حاليا الزومبيز عم بيعانوا على ايدين فولت وعلى ايدين ايجل في الجانب الثاني من هاي الفايت. فالرعيبة اللعيبة الريل تايجر هم اللي بيكونوا مستفيدين. وصالح حاليا عم بيطير وقت السبرايز فعليا لازم يطلع مفاجأة لا صالح ويقدر يخلص عليه. صالح يمكن على فكرة ما يكون منتبه بالمرة سبرايز ليش عم تهرب. طب ما كانت عندك الزاوية كانت عنده زاوية يقدر يبيك. وفي النهاية صالح اللي بيفاجئ وصالح اللي بيطلع بالنوك. بس عندك باقي لعيبة ال ار تي 9 بيكونوا داخلين فوت اللي بيحاول يخلص عندك على صالح بالصالح بال 1 في 2 بيقدر يطلع بكمان كل. بس هل يطلع يقدر يبني النقطة يضمن النقطة ولا لا لانه ايجل لسه له كمان كلمة وصالح على طول بالريلود. هل يطلع يطلع بثلاث كلات خلال هاي الفايت ولا لا. فرجينا اوتك يا صالح بيك يا صالح اطلع بالكلات يا صالح 474 كل دمج في الوقت الحالي عم بحاول يعطيه الاسريع وجيكسو عم بحاول يقلب يعطي 2 ضد 1 على الا ليكون في عوض اي افضليه لصالح الار تي 9 ولهلا مش قادرين يعملوا فوش عندك على صالح صار يمكن عاد فكرهم. يا سلام عليك يا صالح 1 في 4 يمكن سلام عليهم يا سلام الدروب شوت قرب يجيبها بس خلص بطل عنده اي اتش بي يمكن يضرب بدكت يمكن يضرب برصاص الله اعلم ايش اللي حيقرره. بس في النهايه بياخذ المدكت ياخذ الفيرست ايد لازم يهيئ حاله وجيكسو كانه اخذ نفس التفكير بس هامكم اجى يساعده وصالح بيفوت وصالح باربع كلات ونقطه قدامه في الضبط. عمري لا ادخل ادخل جوا الباقي ادخل جوا الباقي يا كريم باي لابد عليك الانتباه الانتباه يا صالح على شباب النصر من الخلف اذا ما رد التعامل بصورة ممتازة. صالح يا صالح صالح Main zombies. Need to apply the pressure. Sending in the nades. Sending in the smokes. Just trying to cause a little bit of confusion. As now we see Saleh now starting to push on up, coming in right towards that northern angle of them. And of course, Always now just sending up a util into the smoke, just trying to see if anyone's there. But down goes Ultron as Humant just gets a beautiful angle on towards him. But of course, now sir. From last week, will he be able to show us that MVP play once again? There we go. Wow. Finds the first head in towards the Galaxy Racers. Oh, Max now. ربي 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 هاي أربع مرات إذا أخليكم ببالي سوبر ويكند الثاني ما تلعبوه ربي أخليكم تنزلون كل واحد بجهة كل واحد بصفحة. وانا جدا اقول لك صوت المنظمين مو صوت الله هو اذا يفحل المنظمين يخلوه عاد ثاني شو تسوي يعني اذا المنظمين هو حاطه يعني بطوله مثلا ستار تشارلي صالح حكر ومدخل يبيع رقم بقى سكواد كامل والله طالع حبيت حبيت سينكو ياكل النوك داون الفينش وتحصيل الفينش يتم بصورة سريعة. هنا فليم تم الكشف الساوند والله ما نظيف والله ما نظيف
يا ولاد والله منطفة هو. اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہنٹرز ہیو بیکم ہنٹڈ. گیلیکسی ریسز پہ پوش آ چکا ہے اس بار ٹیم زومبیز کے ساتھ, پھر سے ان کا ری میچ دیکھنے کو ملے گا. بٹ میچ کاش کو جلدی سے جلدی اپنے سارے پلیئرز کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اویز دیکھتے دیکھتے وہاں پہ نوک ڈاؤن ہو گئے, اور اسی کے ساتھ بریک آلریڈی اگریس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میچ کاش کو انہوں نے اسپاٹ ضرور کیا ہے, بٹ میچ کاش بھی ڈاؤن ہو گئے اس بار حمام کے دوارا. اب بریک ہو سکے اور اسی کے ساتھ What?